اولا كان الاستاذ خالد ازوار رئيس اتحاد تنسيقيه وجمعيه المجتمع المدني بمدينه البونيطيره، رئيس مركز التكوين وتقويه قدرات النساء ولادوجي التابع لمؤسسه محمد الخامس للتضامن. اي حاجه تطرا في الاقليم البونيطيره تتهمنا احنا كساكنه، ولكن هذا الخبر هذا بكل صدق انا لست ضد الرئيس الذي انتخب، ولكن بكل اسف وياس وامتعاض هذا الخبر هذا ألمنا احنا كفاعلين جمعويين وكسياسيين وكنقابيين. فين هي ديك المقاربه اللي قال سيدنا ديال تجديد النخب؟ فين ديك المساله اللي تيقول لك اسيدي خصنا الناس، خصنا حنا واحد الفئه شابه مكونه مؤهله عندها قيمه اللي غتعطي قيمه مضافه؟ هذا الشيء هذا للاسف ما هادشي اللي ما يقع مثلا في بعض المناطق من المغرب، هادو هما الناس اللي تيأجوا هاد المسائل. صاحب الجلاله يشتغل، الناس خصنا حنا نثقوا في المؤسسات ديالنا، حنا الناس، وهذا عار، هذا عار، هذا عار على الساكنه ديال المنطقه اللي تقبلوا هذه المسائل، وعار على الاخوان اللي تواطؤوا في العمليه هذه، وعار على انهم يضيعوا واحد الاطار وطني، واحد الاطار كف التي تشهدوا له جميع المدن المغربيه، وعنده واحد المركز كبير وجد سامي في الوزاره. وللاسف وباسمي وباسم اخوان اتحاد التنسيقيات وجمعيه المجتمع المدني تنتاسفوا لهذه العمليه هذه، وما يمكن لنا الا ندينوها، ونتمنوا ان شاء الله من هذا الجيل الجيل القادم ان شاء الله باش انهم يخوضوا درس من هذه المسائل هذه. احنا بغينا شباب، احنا بغينا اطر، الناس الكبار يخليوا لهذا الشباب هذا، يثقوا في هذا الشباب، وشكرا لكم.